صار دورك تتزوج تنتي. احترم حالك. له له يا مرت أخي، شبك بيقولوا إنه الولد بيمشي على خطى أبوه. والدم واحد، دم أخي عم يمشي فيه. بس أنا اللي جبته وربيته وما رح أخليه يغلط غلط أبوه. آذان ما رح يعيد الغلط. عفواً، فهمتينا غلط جلالتك. يلي قصدناه نور كتير حلوة، وأنت وعدتي هالخدامة تاخدي بنتها. وحرام نور تنقهر، هذا أحسن حل مو؟ وأذان معه مصاري كتير وما بينقصوا إذا قسمن على تنتين. صحيح الثروة بتتقسم، بس الحب لا. أنا بتمنى من قلبي نور تلاقي شاب يحبها لإلها هي وبس. شوفي يا مرت أخي، هي كنتك عم تمشي على خطاكي بالفلسفة والتنظير. ومشان هيك مستحيل يكون في حدا أحسن من آذان بالعالم كله. شكراً يا سلفي الغالي إنك حركت الجو بكلامك وخربت لنا هاللحظات الحلوة. في شي لسه بدك تحكي؟ يا ريت تحكي هلأ قبل ما تمشوا وتخلونا نعرف نكمل سهرتنا. ولا تفكر كلامك ممكن يأثر علينا. أمي، المشاكل قديمة، والحل جديد. الله يبارك فيكم ويعطيكم السعادة للأبد. طبعاً رح يكونوا سعيدين لأني رح ضل معهم وقاعدة على قلبهم على طول، مو؟ أنا قلبي عم يدق بسرعة كبيرة يا بابا. آذان راجع، أنا متأكدة. أنا اخترت بنت مشان زوجه ياها لآذان. نور، بدي منك تبارك لنا هالزواج اللي حيصير. نور، خدا یہ بتا، خدا یہ بتا، خدا یہ بتا، خدا یہ بتا، خدا یہ بتا.
اللي خفت منه هلأ عم يصير. التاريخ عم يعيد نفسه يا بنتي. ملكة رازية، آذان إجا. بابا، أمي عجتو روبرو ہے روح کے ہو بہو ہے کیا دعا مانگو جب سے سامنے جب تو ہے بہو سامنے جب تو ہے بہو سامنے جب تو ہے تیرا دیدار جنت سا ہے مکمل منت سا میرا یا نا عبادت سا تیرا ملنا عنایت سا ما بتتخيل قديش فرحانة بشوفتك يا روحي. يا أمي، كل يوم كنت حاكيكي فيديو، وكنتي كل يوم تقليلي يا آذان لا تبكي، وإلا كلهم رح يقلوا لك المدلل. كنت وقفك عن البكي، بس كنت أبكي أنا بعد ما نسكر. صار عندك عضلات وصرت كبير كتير يا ابني. ليش هيك عملتي يا أمي؟ ليش؟ ليش ما أجيتي على لندن؟ وليش ما خليتيني إجي؟ في قرارات لازم ناخدها لنقدر نكمل حياتنا يا آذان. إيه أمي، تعرفي إنه وقت تحكي هاي الكلمات تبع العبر بتبيني أحلى وألذ بكتير. شو عم تعمل آذان؟ شفت الملكة ونسيت ياسمين وما بدك تسلم عليها؟ أمي هي الملكة، بس خالتي طيبة وبحبها كتير. لك لا، شو عم تعمل؟ ما فيك ترفعني هيك. خالتي، كأنك عم تاكلي حلو كتير. ايه. فوق ما انتي حلوة وظريفة، وزنك زايد كتير. ما رح تقدر ترفعني قد ما حاولت. بعدين منشوف. بس أمي، لولي، نور وينها؟ شو صار يا سفينة؟ أنا آسفة كتير جلالة الملكة، فركشت ووقعت. Thank you.
زوجك ضربك سفينة ما هيك؟ لا أبداً ما ضربني. إذا بدك تلبس الأساور لوحدة تانية فهمني ليش تزوجت لسافينة. جلالتك هاي البنت مانا غريبة، هاي بتكون مرتي التانية. ولا يهمك، خلص ما في مشكلة. يا جلالة الملكة أنت أكيد فهمتينا غلط، أنا بحب لسافينة أكثر من أي شيء. فهم إنه الحب مانو سبيل توزع منه على العالم. الحب هو الحياة نفسها، منعيشه مرة واحدة وإذا راح ما عاد يرجع أبدا. لحظة جلالة الملكة، بترجاكي تروي وتسمعيني شوي. مثل ما بتعرفي بالدين تبعنا الرجال مسمح له يتزوج 4 نسوان، وزواجي للمرة الثانية هاي شغلة بتخصني أنا وبس. العيب إنه الرجال يترك مرته مثل ما صار فيكي. أمي أنا بوعدك إنه ما رح خلي حدا يبكيكي. أذان اهدى يا ابني. شو عم تعمل أنت؟ أذان اهدى، بعد عني شوي إذا بتريد. أذان أذان خلاص اتركه. هاي نزل إيدك، يمكن أنت من النوبيين بس أمك المسكينة مرة وحدانية وأنت تاركها لحالها. أنا ممكن سامح عن أي شيء كان بهي الحياة، ما عدا 3 شغلات مستحيل إني سامح عليهم. إنك تهين عقيدتي أو تهين بلدي أو إنك تهين أمي. أذان أذان هاد مشان تعرف تتمسخر وتضحك على موضوع الزواج، وهاد مشان تعرف تغلط وتتمسخر على الدين يا غبي، وهاد لأنك خليت أمي تبكي. أذان Thank you.
أذان؟ إذا بدك تدافع دافع عن حالك مو عن العالم. أنا بدافع عن حالي وقت بسمع كلام الله. يا الله شو مشكلتك؟ ليش متضايق من هالرجال؟ شو عامل ليستاهل منك كل هذا الضرب؟ أنا بدي اشتكي عليك. ليكي شو عمل؟ شوفي شو عمل بوشي. أنا تزوجت مرتك قبل جريمة، نقدر نعمل هالشي وما سمحنا نتزوج أكتر من وحدة. أذان الناس يلي مثلك بيستعملوا موضوع الدين لحتى يبرروا أغلاطهم. الزواج ماله هيك، هو مسؤولية وكبيرة كتير ولازم تداريها. تعرف إنه الدين بيسمح لك تتزوج أكتر من مرة، بس في شي كتير مهم وما بيصير تنساه، إنك تكون قادر تعيشهم حياة كريمة. ما بتعرف إنك إذا ضليت مع مرة وحدة هو شي كتير منيح؟ اسمعيني يا أنسة، أنا كتير قاري كتب دين وبعرفه منيح ومستعد علمك كل كلمة موجودة بالدين. الدين ما له مجرد كلمة، الدين شي روحاني. يمكن تكون بتقرأ منيح بس ما قدرت تفهم. ما فيك تأذي شخص بس كرمال ترضي رغباتك أنت. إذا تزوجت مرتين ما ارتكبت جريمة. بس إذا قصرت بحقوق الأولى على حساب الثانية بتكون عم تعمل جريمة بحق التنتين، وما بيسمح فيه الدين ولا الإنسانية. أنت لازم تكوني معززة مكرمة وتضلي تضحكي. ما شاء الله أنا مو شايفتك قبل هالمرة. أنت مين؟ نسيت قلك يا أمي إني محضر لك مفاجأة، وهي هي المفاجأة. شايرة سعيد هي كانت عم تدرس معي بلندن. بحكم العادة الكبار هن اللي بيحكوا هذا الحكي، بس هلأ أنا مضطرة أحكي لأنه أنا ما عندي حدا كبير هون. أنا وآذان منحب بعض من زمان وناويين نتزوج. ما فيك تتزوجي أذان، أنا خطبت له بنت تانية. أمي؟ مين؟ أنا
بيبعد عنك وبيجمعك وأحياناً بيكسرك، بس بيعطيك أمل. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.